دلوقتي الشغل الشاغل والحديث لدى جميع المواطنين في مصر ويمكن الوطن العربي والعالم الإسلامي ككل هو الأضاحي. إزاي اللي احنا هندبح في المجازر الآلية اللي يمكن في مصر بتفتح أبوابها بالمجان أمام المواطنين؟ إيه هي الأضحية السليمة اللي أنا أقدر أضحي بيها؟ خلاص بقى يعني عيد الأضحى خلاص، يعني بكرة وقفة عرفات وبعد بكرة أول أيام العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان كده تعالوا نروح لإنا ونتابع لقاء مع مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا من داخل المجزر الآلي الحكومة حول الاستعدادات لاستقبال الأضاحي، فتح المجازر بالمجان كمان أمام المواطنين زي ما قلنا، مع زميلنا أحمد الأفيوني. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير أحمد وصباح الخير بسنت. بالفعل أقل من 48 ساعة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. كل عام وحضرتك والسادة المشاهدين بألف خير وسلامة. بالفعل هنا استعدادات وتدابير عديدة من قبل الأجهزة التنفيذية هنا في محافظة قنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ربما أبرز هذه الاستعدادات هي استعدادات مديرية الطب البيطري هنا في المحافظة لاستقبال الأضاحي هنا في جميع المجازر الحكومية. السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أصدر تعليماته هنا في هذه المحافظة لاستقبال جميع الأضاحي داخل المجازر الحكومية الآلية بالمجان طوال عيد الأضحى المبارك. للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم وعبر الهواء مباشرة الدكتورة فاطمة زهراء مصطفى وكيل مديرية الطب البيطري هنا في محافظة قنا. دكتورة فاطمة، يعني بداية كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة أحمد، وكل عام والشعب المصري كله بخير. دكتورة فاطمة، يعني بالتأكيد مديرية يعني الطب البيطري هنا في قنا استعدت بالعديد من الاستعدادات والتدابير، ربما يعني خلاص يعني 48 ساعة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، كيف استعديتم هنا في محافظة قنا كطب بيطري؟ والله احنا بالنسبة للمجازر تم الدفع بعدد من الأطباء البيطريين علشان خاطر نجابه عدد المذبوحات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك للأطباء البيطريين أساسا شغالين برضو أثناء عيد الأضحى لاستقبال الأضاحي. تم استعداد بمنع الأجازات ورفع الراحات عن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بالمجازر. أصدر السيد اللواء أشرف الداودي تعليماته بفتح المجازر الـ 14 مجزر على مستوى المحافظة بالمجان خلال فترة عيد الأضحى المبارك لاستقبال الأضاحي من المواطنين مجانا، وتوقيع الكشف الطبي عليها لضمان وصول لحوم سليمة صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المحافظة للمواطن القنائي. كذلك تم التنسيق مع المحليات لرفع درجة الاستعداد القصوى، إن هم المرافق من مية وكهرباء وكسح وصرف ورفع المخلفات المجازر. عمل نبطشيات في المديرية على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أي بلاغات سواء من المديرية أو من 9 مراكز على مستوى المحافظة. دكتورة فاطمة، يعني السؤال المتداول كل عام، كيف يتم مواجهة الذبح خارج السلخانة وما هي خطورة الذبح خارج السلخانة بالنسبة لصحة المواطن هنا في محافظة قنا؟ والله وانا عايز اقول لحضرتك ان ذبح خارج المجازر بيعرض المواطن للعديد من الامراض. يعني هناك مقولة بيقول لك ابني مجزر وما تغنيك عن بناء مستشفى، لان هناك 52 مرض مشترك ما بين الانسان والحيوان بينتقل من الحيوان الى الانسان او عن طريق اللحوم او منتجات الحيوان. فالحمد لله يعني احنا في طاقم من الاطباء البيطريين الاكفاء اللي بيقوموا بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللحوم والمذبوحات اللي داخل المحافظه. بيتم عمل حملات تموينيه بالتنسيق مع العديد من الجهات من مباحث التموين ومن حمايه المستهلك ومن مديريات التموين والرقابه التموينيه. في حملات تموينيه على مدار الساعه 24 ساعه احنا بنقوم بحملات تموينيه مع الجهات المختلفه، حتى بالاشتراك مع مفتش الاغذيه تبع وزاره الصحه. الوصول للمواطن بلحمة نظيفة وصحيحة طبيا، يعني ما هي الإجراءات المتخذة هنا كطب بيطري داخل المجازر الحكومية لضمان هذه اللحوم النظيفة؟ هو مبدئيا بيتم عملية تنظيف وتعقيم المجزر يوميا بعد الانتهاء من كل عملية ذبيح. بيتم طبعا توقيع الكشف الطبي الدقيق من قبل الأطباء البيطريين وجميعهم بسم الله ما شاء الله أطباء بيطريين أكفاء بيقوموا بتوقيع الكشف الطبي على اللحوم لضمان يوصل لحوم صالحة للسلاك الأدمي خالية من مسببات الأمراض المواطن القنائي، خالية من السل، خالية من الحصاد الشريطية اللي بتكلف وتكبد الدولة العديد من المبالغ الطائلة طبعا بالإضافة إلى الأمراض اللي ممكن تصيب المواطن القنائي.
أشكرك شكرا جزيلا دكتورة فاطمة على كل هذه التفاصيل. إذن بسنت محمد، كانت هذه هي لقاؤنا مع الدكتورة فاطمة زهراء مصطفى وكيل مديرية الطب البيطري هنا في محافظة قنا حول الاستعدادات والتدابير التي استعدت بها الطب البيطري في محافظة قنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير وسلامة، وعودة بكم مرة أخرى للاستوديو. أحمد الأفيوني بنشكرك على هذا اللقاء، وكل سنة وانت طيب وكل أهل قنا الطيبين بألف خير وصحة وسلامة يا رب.